شاب سأل رفيقه: شو سر ابتسامتك الدايمة مع أنه بعرف أنه حياتك مش هينة عندك مشاكلك وهمومك؟ كيف فيك تضلك عم تضحك؟ بابتسامة بعد أكبر جاوبه: مظبوط عندي مشاكل وبعتل هم الأشياء مثل كل الناس وبواجه صعوبات كتيرة، بس كل يوم الصبح بصلي بإيدي عوشي وبشكر ربي على كل نعمة عطيني إياهم، بسلمه كل همومي وبوعده إنه بوجوده ما رح خلي شي زعلني ويمحيلي ابتسامتي يلي بمحبته انرسمت عوشي. هالابتسامة هي الرجاء والأمل اللي زرعون يسوع بقلبي. كيف معقول خلي إشياء أرضية صغيرة تخرب شغل يسوع فيي؟ أبداً ما راح اسمح إنه سلامي بيسوع يروح، وحضل ابتسامتي مازال يسوع بقلبي وبحياتي. والله معكن.